الليلة سهرة مع الفن، مع الشيخة، مع الجو، نستقبلها بحب كبير. باش تقدم لنا جديدها نستقبل مع بعضنا زازا. مرحبا بك عاصمة هدود. لا ما نسميك عاد وليت ام الجزء الصغار. ما شاء الله اللهم انعمت فزد. فزد ناوي على الزيادة؟ فور المومون الحمد لله باللي عطاني ربي، وكان حاجة من عند ربي ما نقولوش لا. ولدك الثاني ايش سميته؟ زين. زين. وقداش عمره تو؟ 4 شهور. يشبه الخوه ولا لا؟ ولا مازال ما نقولك صغير باش يتبدل شوية، روح قلبي ربي يفضلهم لي. اما عنده بتبيع من بعضهم ويحجي شو البو اكثر. وانت حبله بزين غنيت عملت عروسات كيف في سيف؟ في سيف انا في ثاني في كندا. انا مشيت لروما 4 ايام وهبطت فرنسا 5 ايام وقعدت في جمعه في تونس وطلعت لمصر وقت ما رجعنا السينما قعدت جمعه وانا بزين وفي بالي بروحي. لاحظت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس برشا ركزوا معاك كيفاش تغني وانت حبله. هذا نقول لك علاش. على خاطر قبل بسيف انا يمكن سيف اكثر خدمت به اكثر وانا حبله. العباد خاطر تو اللي هو ياسر على السوشيال ميديا في الانستغرام ثم عباد دخلت تو عندها عامين جدد ملي دخلت الانستغرام. اما انا راهو بسيف اكثر من زين. نخدم وندور ونسافر ولاباس. ما رحموكش العباد انا؟ العباد ما رحمتش حتى اللي ما جابش صغار باش رحمني انا. طماعه؟ تحب الدنيا ما يهمهاش في روحها ولا في صغارها وين عائلتها وين الناس اللي قرب منها. نقرا في كلام ساعات يقلق برشا. انا صدق ما قراش كلمه ذيك الجمله ولا تعلمت هذه الحمد لله. اما راهو اللي يحب خدمته يعني في حاجه يحبها عمره يتقلق. سورتو انا ما نعمل في شيء في حياتي كان الخدمه هي اللي تهكت تخليني فرحانه. يمكن عادي نهار كامل راقده نهار كامل نجم في الدواء اك الساعه اللي نمشي فيها نخدم هذيك ترجع لي الطاقه الايجابيه ونتنفس بالكدا. وش يقولوا فلوس تما بلاش تشتروا من غير فلوس انت بارونتيز راهو جوست لما تنسيه ولا نلقاها لما نسائيه باش نشيخ ونعمل جو. انا راهو في نسيه في الساليد سبور وتشطح وتنقز و اي ما مش فاهمك امانك بالعكس كيف الشهر الاولى نقول لك حاجه تخوف الشهر الاولى انا بطبيعتي ما خدمتش الشهر الاولى. اما كي سافا الحمد لله تنجم فازي انت وطبيبك راهو زايد انا كل شهر انا مع طبيبي يعني انا كل شهر نعمل تحليل والبرة من تونس راني متبع اموري قد قد كان جيت نحس بطرف خطوره ولا طبيبي طرف خطوره على الصغير ما نتحركش. واذا قلت له امراه نقول لها ترجع طبيبه وسيرتو انا اني امراه نتحرك بطبيعتي يعني البركه أنا تتحرك ضدي. برشا انا البركه برشا. البركه قاعده هيجي عملت لي ديبرسيون دابرامنت انا جاني ديبرسيون دابرامنت وتقلقت كيفاش ما نخدمش. تقلقت بخاطر انا نحب الفرحه نحب الناس نحب نقابل العباد اللي نحبهم يحبوني. نحب الفلوس؟ الفلوس موجوده والحمد لله. يعني انا مش تقلقني كيف مش نخدم خدمه ولا زوزه مش نتقلق راه هذيك زازا يا اخي باش زازين كيفاش انا امراه استثنائيه هكاك واللي عجبو عجبو واللي ما عجبوش كسر الصالحيت من الاخر. معناتها جي وليدي صلي على النبي كامل اللهم صلي على النبي الحمد لله ولادي اللهم صلي على النبي عليهم وكل واحد يوزن خشمه وانا كيكا واللي تحس في روحها ما تعملش كيفي وما تنجمش تشد دارها تشد فرشها. انا مراه مش من نوع اللي شد تقريطها وراسي وشد الفرش وجريولي ومش شهر لون ملاوحه اي اي او او وفي التاسع اي اي او لبس مريقله 5 وخميس عليا لطف. بعد موسم الصيف دخلنا على موسم كاس العالم. وزازا شنو اللي جا في بالك باش تعمل غنية على كاس العالم؟ انا مصحة مع شركه جديده اسمها تكوين هي. اللي هي من اكبر شركات تو في العالم العربي اللي معاهم فنانين من الوطن العربي الكل وانا التونسيه الاولى فيهم. الشركه عملت معاها كان يسير اللي في بالي
وعنا عقد تاع ألبوم في 8 أغاني. جابوا مع نعمان الشعري فكرة، بعثوا لي تيموان نتاع كوب دو موند، وقالوا لي رشحوا لي ثلاثة فنانين باش يكونوا معنا. ما بينهم هسي هادي دنيا، بابا هادي. هذه فرصة ما تعاودش مرتين اني يعني باش نغني مع هادي دنيا. الكلام تاع الأغنية هذيك التونسي اللي محرحر ويعمل القهر والشيخة التونسية، كلام أنا يمسني. كلمت نعمان، كلمنا شريكة وخدمناها وصدقني صدقني هادي ما كنتش نعرف باش تنجح الأغنية هكا. ما كنتش صور تيك توك والإذاعات تعدي فيها. الحق هي الأغنية تكوين وفوت 24 هما اللي أنجوها. فرحانة بها على الآخر، فرحانة بمشاركتي مع سي هادي دنيا. راهو حطوا أونتر كيمي هذايا، راهي ما تعاودش مرتي. أنا فخورة إني عملت باغمي لي ديو اللي عملتهم أنا في حياتي، راه ما عمل هادي دنيا. والشريكة مازال كنعشنا عندنا برشا خدمة بعضنا. وإن شاء الله يا ربي عندي على قريب، حصريا نقوله الكلام هذايا، على قريب 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 ديو مع فنان مصري معروف برشا برشا. باش يبدا الخبر كامل لازم على الأقل نعرف اسم الفنان المصري. لا ما نقولش. شعبي؟ في تونس، في تونس ما يتقال شيء، راهو في تونس تخدم وتخرج. هو فنان شعبي؟ أي الشعبي، شعبي وشعبي يغني برشا، يقول برشا، معروف برشا. وغير هذايا اللي من جدد ولا من القدم؟ من القدم. وغير هذايا اللي الشريكه خلتني على راحتي برشا، اللي انا نختار الاغنيه اللي تجيب لي حاجه كيف نكاية، وفرحانه بتعامل مع الاخر. باهي الاغنيه هبطت مع زحمه اغاني المونديال ما شاء الله. العام عملت فيه انا الكل عملت اغاني على المونديال. منين؟ اي مرتضى عمل؟ اي مبروك عليهم الكل. نوردو زاد كيف كيف؟ اي نوردو تفرجت. سيف عمران عمل دي بارودي؟ فتخ تقتل في الضحك. رتبهم لي النيل باهي. خرج غنيتك ورتب لي هذوما. حط غنيت من العمارة، بعدها سيف عمران. اي. بعدها مرتضى. وعلى لطيفة العفاوي عملت. ولطيفة. لطيفة اي. لطيفة تجي بعدنا انا. حلوة خاطر لطيفة مش على تونس برشا برك على الدول العربية. كان نوردو ما عجبتكش الاغنيه؟ اه نوردو نسيتو. نوردو عجبني. شوف نوردو يا عبد ربي لقيت برشا هجوم عليه. انا مستغربه تو انا يجي شريكه تقول لي باش تعمل الاغنيه جو في قطر، الملحن والشاعر موجود ونعرفوا شركه الانتاج تخلص. تقول لهم لي لي سامحوني بالله راهم التوانسه ما يحبوش نغني هكايا، ولحظه لي مش لازم تعطيوني فلوس، مش لازم نغني، مش لازم نعمل ديو مع فنان عربي ولا نعم. شو بس الدينجري بس الشاشيه وعملهم الكل. انت مثلا في بلاست نوردو تقبل تغنيها الاغنيه؟ نقبل نغنيها بالطبيعه. وهو نقول لك حكايه، هو ابارمون عرف البوليميك باش يصير هذايا، هبط بعد اغنيه فرق على الدنيا ونقول له مبروك نوردو. على فكره اغنيتك مع نوردو وينيه؟ والله ما زلت راني عندي تيموا وابعث لي تيموارا وصبيت صوتي على التيموا وبش خرجوها. كان عشنا خاطر موضوعها سوسيال شوي. نسمعوا جديد هلا هلا نسر نسر زازا.
تحية كبيرة هدي دنيا زازا. شحوينك مرحبا بيك بابا الهادي. عايشك مرحبا بيك سي الهادي. شو امورك؟ الحمد لله. سهل باش تقبل تغني غنايه على مونديال؟ انت بالاساس جو نوب الموسيقى الشعبيه بعيد على الاجواء اغاني مونديال ولا اغاني مناسباتيه خارج المناسبات الدينيه والا ساعات الوطنيه؟ لا لقيتها حلو وجات في القالب نتاعي انا. في القالب نتاع الجو. يا لاله جيتك بتخيل ما في جو. جو. ما مدح السيده المنوبيه. اي. هي تابعه السيري نتاعي. لقيت زازا معاك. اي. وقع انسجام حلو برشا. والغنايه تبدو مبروكه على المنتخب زاد. على كل حال فرنسا. عقب القصعه ميدوم. كيفاه؟ عقب القصعه ميدوم ميدوم تلقاه ميدوم في اليد. هكا في الاخر شخنا. وي. فرحنا شويه من الاول ومن بعد جات تعكيله ومن بعد جات شيخه. جا انتصار عالي. شيخه ثبتت في الاخر. اما انسحبنا بابا الهادي راه. يا اخي انسحبنا احنا بركة هم سيات الكل باش ينسحبوا باش يقعدوا كادني. الانسحاب في جرة بعده. جزا مغرمة بالكرة؟ اي نورمالمون نتفرج. نتفرج. بابا الهادي. بنت البقلاوة. اي بنت البقلاوة بابا مكشخ شعملوا عامل هادي مكشخ وانا مكشخة. عليه؟ مكشخة جينا كل في الدار مكشخة كان عندك اخويا برك كليبيست. راجلك شنو هو؟ مكشخ يا عم الهادي. انت شنو مكشخ ولا؟ لا لا باب جديد. اي نعم باب جديد هكذا باب جديد. اي نعم. وتبع الكرة مغروم ولا لا؟ ملا لا. باهي هاو باش نعمل مع بعضنا التحدي. اي شبيك هات. باش نعملوا لعبه اسمها طلع شكون مع بيولوكس. اللعبه هذه باش نحط لكم لاعبيه المنتخب وانتم لازمكم تطلعهم شكون باش يربح. ما على خاطر تو فيها برشا اللي يعيشوا لبرا. اي فيهم سامي على كل حال. ماك تفرجت تو نجتهدوا اسكت برك. تو نجتهدوا. تجتهد. فاش فوسكا؟ وعندنا جوائز. فاش فوسكا؟ اه عندنا اللعبة في عملية. عاونوني عاونوني. طلع شكون زازا الهادي دنيا. بيولوكس لونيفير دو الالكتروميناجير. اليوم معنا بيولوكس غنية عن التعريف خبرة 20 سنة في مجال الالكتروميناجير تيلي فورون كاسترابل اوت ماشينا لافي ريفريجيراتور. بيولوكس موجودة في كل دار تونسية نلقاها في كامل تراب الجمهورية. شنو خير من فرجة عالية الجودة بتلفزها الليد المتوفرة بكل الأحجام من 32 حتى ال 75 بوس. تلفزتنا كوليد بيولوكس تتمتع بجودة صورتها العالية UHD واللي توصل حتى ال 4K والنظام أندرويد أوفيسيال سيرتيفي بار جوجل اللي خلاها متوافقة مع أغلب تطبيقات البلاي ستور كما اليوتيوب وألا نتفليكس. التلفزة هذه تتمتع بتكنولوجي HDR اللي تضمن للمشاهد درجة وضوح عالية للصورة ومع تقنية الدولبي أتموس اللي تزيد في واقعية الصوت وما تستحقش هوم سينما. تلفزتنا مجهزة بتقنية الكروم كاست اللي تربط التليفون وإلا التابلت الخاصة بك بشاشة التلفاز ديريكتومون من غير حتى كابل. كوليد بيولوكس متواجدة في كل فضاءات الكبرى والمحلات الكهرومنزلية في كامل تراب الجمهورية بضمان 3 سنوات. بيولوكس العلامة الأولى للجودة في مجال الالكتروميناجر. L'univers de l'électroménager. Bioluxe, comme le marahedi du promo, خاص جدا. شدوا عندكم تلفزة 40 بوص فول HD مجهز بريسبتور انتجري. تلفزتنا تلقاوها في كافة المحلات التجارية في كامل أنحاء الجمهورية. سومها خيالي 599 دينار أكهو. ما تنساوش أنه بيولوكس تبقى العلامة الأولى للجودة في مجال الإلكتروميناجي. شكرا بيولوكس. هاي بابا الهيج. أهلا زازا. شوف عندي لعبة وأنا تفهمت مع بيولوكس. قلت لهم شوف مهما كان اللي باش يلعب معايا لازم يروح بكادو. قالوا لي تلفزة تشوف فيها هذه 65 بوس. واحد فيكم ينجم يروح بها في لعبة المونديال. عملتوا أغنية المونديال نمشوا مع المونديال مع أجواء المونديال والمونديال أحلى مع تلفزة بيولوكس. به سهل برشا. عندك 3 جوارات تتعداو هنا لازمك تطلع أساميهم حتى الأسامي ولا اللقب الاسم ولا اللقب نقبله في 7 ثواني ومن بعد نمشي باب الهادي. زازا حاضرة؟
طب زازا طالبي معز حسن أني بال إجابة صحيحة بي. باب الهيد حاضر حاضر با. تفضل باب الهيد ياي طب هذا قول سفاقس قول سفاقس اي اي هاو كان سامي مش هم اي وهذا كان بتاع الكليب اللي من غادي برلي في اللي توال ولا من ناي اما يتوال باب الهيدي دراجر هذاك دراجر وهذاك بلال العيفة بلال العيفة بلال العيفة ولد الكليب اي بلال ليه الولد اسمه الجول هذايما الجول دحمين دحمين ايمن دحمين اي وخلاتي يقول لي كيف وتتصرف وحدك بيه زازا الدفعة الأخيرة علولو اسمه ذاك اللي ها العيدوني وذاك اسمه اللي بكي مسكينة كشريدة كشريدة وزن كشريدة علي معلول علي معلول العيدوني العيدوني بيه عيسى العيدوني بيه باب الهادي هذا ايش اسمه بليلي مغادي أنا بليلي متاعك بليلي عطوقة بليلي ايش اسمه هذا ايش اسمه هذا القول بتاع الاتوال قلت على الاتوال ايمن بلبولي بلبولي سيف الدين ايش اسمه هذاك جزير سجد الجزيري اي والاخر الخنيسي الخنيسي اي طلع اما انت طلعت مخر برشا باب الهيدي خميسي على خنيسي برا بركة خميسي ولا خنيسي باب الهيدي الحقيقه انت طلعت مخر شويه مش مشكله بدي نقسموها هيك ما عنديش مشكل 30 بوز 30 يزي في البركه اما انت باب الهيدي يلزمك تلفزه كبيره مش تلفزه صغيره هاك انا بدي بالصغيره حتى تجي الكبيره شوف باب الهادي زازا نحبكم تروحوا زوز فرحانين تلفزة زازا وتلفزة باب الهادي من عند ميليكس ريف كبر قلبه كبرنا قلوبنا نحن كبرنا قلوبنا تلفزة وين باش تحطها باب الهادي ها باش نهدي لها حيد مبروك زازا مبروك باب الهادي يوليوكس بدكم المرة هذه بروموشن وعندكم تلفزة 40 بوز فول هاش دي مجهزة بريسبتور انتجري تلفزتنا تلقاوها في كافة المحلات التجارية في كامل أنحاء الجمهورية سومها خيالي استثنائي 599 دينار أكهم وما تنسوش أنه بيوليوكس تبقى العلامة الأولى للجودة في مجال الإلكتروميناجي l'univers de l'électroménager. Zaza, Hedi Donia, ما نخبيش عليك, فما برشا كلام انك اعتزلت. لا مش اعتزلت. وليت نقدر نقرا خفاف. الداك ما عادش يساعدني فهمت استحفظ على الشقف. فهمتني. شويه قلل ودلل. باهي. اما بعض الفنانين في الكواليس يروجوا انه الهادي دنيا وفات فلوس هم ولاد حلال بسم الله عليك عم انا ناكد لك حاجه هم يسمعوا فيا فهم الفنانين المطربين اللي تشوف فيهم الى فما بشر يحب الخير لساميلو هذا الكلام تقوله عمرك قديش في الفن 60 معناتها بعد 60 سنه القاعده اللي خرجت لي بها صاحب صنعتك عدوك في الفن هذه قالوها مش أنا من القلم يكذبش بعض الفنانين طلعوا حتى في التلفزة وقالوا الهادي دنيا يلزموا يرتاح عليها زين ما على ظهوره ما يزيني عياوة مالهم ومالي عليش مثلا ما عادش يليق بيه في العمر هذايا يغني في العروسات ويشطح في الناس وخلي الشباب يطلع مازال مكبش في الفن هاي البطحة فارغة امشي يجري يركض انتي انا عندي ناس يحبوني ناخذ خاطرهم كان ما جيتش مطلوب ما نقعدش يقول لك يا اخي وسمعت انتي حتى اكيد راه وصلوا لك الكلام انه فما حتى شكون طلع في التلفزة وقال يزيه قالوا يزيه بشكل الدنيا وتسحر بالاخرة عليه اخويا نكللهم في رزق السيد الوالد قال لك يزي راجل كبير ويشد الدار اسمع العنب
العنب كي تاكلوا في وقته في الماء في الصيف اما احلى هكاكا ولا كيف يولي زبيب؟ وانت في الفن العنب ولا لا تقول جاوبني ساعه السؤال. انت في الفن الساعه فهمني اما احلى عنب في وقته بالماء ولا زبيب؟ الدنيا اذواق بابا هادي. يا ربي سيدي تجاوب ما تحبش تقول الحقيقه. امشي لزازا زبيب عمل هادي مال انا كي زبيب. غيره حس الله اعلم هاو فصل يا خويا هاك تشوف هاك تشوف وهاو يعرفوا جماعه فهمت لا عندي خلطه ولا نخالطهم ولا ندور وكل واحد شرخ في الغد يحبوا ينحيوك معناتها يحبوا يفسخوك ويحبوا شنو ما ينجموش اعتزل يقولوا ما تعيطولوش في الحب ما عادش راجل كبير ما عادش يعرف يغني ما عادش يعرف يقول ما عادش يعرف يقف يقولوها حتى للمهرجانات والعروسات خلي يقولوا ايش يهم انا هاي الناس تعرف هاول هاو سي خالد هاو المجموعه فهمتني هاو سي تحفه كي نمشي نادي واجبي ولا ما ناديش خير من برشا شباب اي مسالي يعني بيالي اما الحسود لا يسود الحسود لا يسود الحاجه الباهيه انه بابا الهادي دنيا يضرب المثل بيك يقولوا فما ناس تجيها النجومية في 19 وفي 20 أنت جدتك نجومية وأنت كبير لا لا إن النجومية عندي على الأقل ما فماش في التسعينات أحسن من التسعين لتوا قداش يجيو تسعينات ألفينات 30 سنة ايش 30 سنة؟ شوية على خاطر أنا ما كنتش نخرج ما ندورش في التلفزة ما ندورش فما على خاطر الشركة ما كنت نخدم ستاتيو بتاعنا ممنوع تولي بتاع حكاية بتاع دول فونكسيون حتى تعلت بي. أما بابا الهادي أنت تشهرت بعجبين عصابة لا لا تشهرت من الحضرة من الحضرة بديت من الحضرة أما الحضرة مشروع كبير أما الغناية عجبين عصابة والجو اللي تعمل لها وكل شيء سمير العقربي سمعته مع وقتها مع سمير الوافي ايه قال انه امان 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 هو اللي حطها في الغنايه لا لا شو قال ايه لا شكون حط امان امان في عاجبين عصابه انا حطيتها انت زينتها الغنايه انا زينتها ايه وسمير العقربي يا ولدي ماله ماله سمير العقربي احنا في الالفينات اتقطعت العلاقة من التسعينات من اللي مشى مع الفضل الجزيري في 95 ما عادش في البرنامج بتاع الحضره وكسبيكتاكل وانت اللي عملهم نجوم وكل الواحد كل ونزرعك زيتونه اي شكون جابها العجبين عصابه؟ انا اللي جبتها هي فيها ما جيت منقل فهمتي ما ضروب بالكرتوش جنبي مثقل اسمها هي ثلاثة بيات ثلاثة بيات ما همش داخلين فيها جبتهم انت اي اسمها نزرعك زيتونة والله يا تعذيبي والله يا تعذيبي كانت تخدم في هذيك نتاع جيت نعوم الموج قلبني بيم شوف مادامكم انتم توا قاعدين انت وزازا بحذايا وقبل ما تودعنا اي خلينا نعملوا شويه هكا وانتم قاعدين هكا ندندنوها عجبين عصابه ايش بيم فما ايش بيم هاي زازا ناخذك على حين غير على غفله على غفله عجبين عصابة الفوق
تحية كبيرة زازا هيدي دنيا عيشة عيشة أعطيني الميكرو إجا زازا من هنا إجاو من هنا باش نعملوا بورتري شنوا أي سيدي زازا لو كنت عيد أي الأعياد تكونين زازا؟ بون حب عيد صغير عيد صغير هذه دنيا لو كنت عيد العيد كبير في تمخميخ تمخميخ زازا لو كنت مشروب شو المشروب اللي تختاره جوز اورانج فيتامين سي
بابا الهادي لو كنت مشروب روزاتا روزاتا حلوة منفع كاو زمني زمني عصير لوز على خلص زازا لو كنت آلة موسيقية دربوكا بابا الهادي كمانجا كمانجا في بالي بتسقلي بندير لا 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 كمان جح حس حس أحساس أخرى أخزر ديما الكاميرا ما تخزر لي الكاميرا تخزر لي هاي به لو كنت حيوان لاحم بابا الهادي لاحم تكل اللحم نمر زازا اليان بابا الهادي دنيا لو كنت نهج نهج الباشا زازا ناس يجي بهلول اي بابا الهادي لو كنت حشره جراده بتهري جراده اللي هري اللوح ياكله زازا فرزيت فرزيت اقرب لي شويه لبعض صباح وليل ياسر دفبري بابا الهادي في ما شاء الله يقول لك اعتزاج متعزل ياسر دفبري أنا أخذت كي الحطبة هكاك للكاميرا هي تخزر لي هي تخزر لي أما أنت دور لها هكا أنا دور لها بابا الهادي سيدي لو كنت حلويات نقطع التنهيدة كعك ورقة زازا زليبيا لو كان جيت غلة تفاح في بالي باش تقول لي زبيب زبيب عاد خذا وقته زازا لو كنت غلة هندي باي ياسم بابا الهادي بابا اقرب لي هكا شوية خلاص ودور للكاميرا شنو هي ترى تبو هذيك اللعبة فاي فيان هذيا ترى بابا الهادي لو كنت حضارة قديمة فرعونية حضارة الفرعونية فرعنا فرعنا تاريخ فهمتني هكا نتخيلك لبس الفرعنة حاجة نشوف لا ما نقلبها الردة زازا حضارة إغريقية إغريقية لو كنت جيت لو كنت أداة في الكوجينة أو آلة في الكوجينة أو أداة في المطبخ سكينة سكينة ولا ساتور زازا اللوش بابا الهادي لو كنت ممثل أمريكي أنا سلعتي سلعتين أنت كنتي جواين جواين ولا ستاف مكوين ولا جوني ديب جوني ديب بابا الهادي لو كان جيت ريحة أي الروائح تكون قرنفل زازا ياسمين ياسمين مش فكرة على قرنفلك اللي يبدأ دم غزال عرفته كل لون الدم الغزال يداوي دواء مشيرتين يداوي القلب ويداوي الطاسة بابا الهادي نحب نشكرك برشا 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 الله يبارك فيك نورتنا شرفتنا زازا تواصل معنا نحب تحية كبيرة للهادي دنيا نعود بعد الفاصل الجوائز والأفراح ما توفيش على قناة الحوار التونسي تجيب أحذانا هي سعيدة حظ ربحت 100 مليون مع قناة الحوار التونسي اسمها حكمة فرياني تحية كبيرة لحكمة مرحبا ألف مبروك عايش كبير فيك حكمة عايش قبل كل شيء كيفاش عشت هالمغامرة هذه احساس غريب برشا ما كنتش مصدقه المره الاولى فرحت برشا على الاخر حاجه ما كنتش نحلم بها بصراحه الحمد لله الحمد لله باهي حكمه انت اصيله اي منطقه قفصه من قفصه جيتنا اي مدينه قفصه من مدينه قفصه شنو تعمل في الدنيا متخرجه ما زلت ما نخدمش باهي دونك في الدنيا مزهره ولا ليه من نوع تمشي تلقى 10000 من نوع اي مزهره 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 للحظه وانت تبعث في اس ام اس قلت انا باش نربح ال 100 مليون
اللي يتنونش بيته عندي في قفصة. خممت ديما نبعث على الحق في المسابقات الكل. كنت متأكدة اللي لازم اشتخطف والحمد لله خطفت وربحت. لكن الليلة هذيك كيفاش عشتها؟ مش عادية، فرحانة برشا ومرقتش الصباح. بقيت نخمم وما صدقتش في الأول والحمد لله. 100 مليون بلاصتهم بدات تضاح قدامك بالوقت؟ اي شوي شوي، كل مره تجيني فكره ونبدل و... احكي لي مادام جبت لك ال 100 مليون نتاعك. احكي لي ايش باش تعمل بهم ال 100 مليون؟ مازلت نخمم، مره كل مره نقول حاجه مازال مش واضحه، ممكن بروجي ما نعرفش. فين مجال؟ مجال الرياضه. قرايه مجال الرياضه. عايش 100,000 دينار من نصيب حكمة فرياني. قداش بعثت من اس ام اس؟ برشا ما نتفكرش. شوف، وانت حكمة مزهرة وتنجم تكون مزهرة أكثر، تنجم زادة تبعث للكرهبة والناس اللي يتفرجوا فيك ينجموا ياخذوا التليفونات نتاعهم. احنا الربح ما يوفاش عنا، راهو كيما حكمة تنجم انت تربح السيارة جولف ويت، تبعث حرف آ على الرقم 85811 وإن شاء الله حظ سعيد. دونك حكمة، شو تقول للناس توا اللي شادين تليفوناتهم؟ لا نشجعهم، أبعثوا ما تحبسوش ما تأيسوش، ديما أبعثوا وين تتفاضوا أبعثوا. إن شاء الله مبروك حكمة 100 مليون.